الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محاضرة اليوم لن تكون سردا تاريخيا، ولكن ستكون استخلاص للعبر. أنا العام الفارط قدمت محاضرة وكان فيها نوع من السرد التاريخي، الآن سأشير إشارات بدون أدنى شك السرد، ولكن أهم شيء لأنه يعسر أن يوفق الإنسان بين السرد وبين استخلاص العبر إلا إذا كانت له قدرة أخينا يعني الشقيتي ما شاء الله. فأنا سأركز على العبر الكبرى. تعرفون أن الحداثة السياسية، أو لنقل حين نتحدث عن الحداثة السياسية نتحدث عن الأرض التي حققت فيها الحداثة نجاحات كبرى وحقيقية. الحداثة هي عتبة عصر جديد للهوية في التاريخ والثقافة الغربيين، حققت نجاحات في مجالات وشهدت إخفاقات كبرى في مجالات أخرى، وحققت نجاحات نسبية في مجالات أخرى وهكذا. لكن حين نتحدث عن الحداثة السياسية فإننا نتحدث عن الأرض الصلبة للحداثة. الأرض الصلبة للحداثة تتكون من قسمين: الحداثة السياسية والعلم، النجاحات الكبرى التي حققها العلم. النجاحات الكبرى للحداثة هي في حقل العلم وبناء أو تشكيل بنيات العقل العلمي، وهذا له استتباعاته بدون أدنى شك في مختلف أنحاء الحياة. والنجاح الثاني الكبير للحداثة هو في الحقل السياسي. من النجاحات الكبرى للحداثة في الحقل السياسي القدرة على ما يمكن أن نسميه القدرة على بناء أو إنشاء أو تشكيل مجال للاختلاف، والقدرة على إرساء العيش المشترك على قواعد جديدة يكون فيها الاختلاف عنصر وسبب تطور اجتماعي ولا يكون سبب من أسباب الأزمة والانحطاط والتقهقر. وهذا النجاح التاريخي لم يتحقق في يوم وليلة، ولكنه ثمرة تراكمات امتدت على مدى قرون. هذه التراكمات هي التي نحتت ما يمكن أن نسميه بالعقد السياسي أو الاجتماعي الحديث كما سأشير لاحقا. والأمر يعني كما قلت هو ثمرة تراكم تاريخي كبير. سأتحدث في هذه المداخلة عن ثلاث عناصر كبرى. العنصر الأول هو الفتنة كأحد المفاعلات الكبرى للانحطاط الإنساني. انحطاط الإنسان له مفاعلات كبرى، يعني في انحطاط الفرد، لكن حينما يصبح الانحطاط جماعيا فيه مفاعلات كبرى تضاعف أسبابه فعل أسبابه وتضاعف آثاره أضعافا مضاعفة. من المفاعلات الكبرى للانحطاط الإنساني الاستبداد، وأفضل من تناول الاستبداد كمفاعل مفاعلات الانحطاط الإنساني يعني على ما أظن في تاريخ الإنسانية هو عبد الرحمن الكواكبي رحمه الله، يقول أن الاستبداد أثر مفسد في كل واد، ويتناول الاستبداد والتعليم، الاستبداد والتربية، الاستبداد والأخلاق، الاستبداد والاقتصاد، يعني الاستبداد آثاره تشويهية للاجتماع كيف تتفرع وتسري في مختلف أوصال الاجتماع. ومن المفاعلات الكبرى للانحطاط الإنساني الفتنة. ففي الفتنة كما سنرى لاحقا يمكن للإنسان أن يتحول إلى وحش لأخيه الإنسان، ويمكن في الفتنة أن يفعل الإنسان بأخيه الإنسان ما لا يتفتق عنه خيال الشيطان. ما سبب ما علة هذا؟ هذا ما سنحاول أن نراه في العنصر الأول. فالفتنة إذن هي أحد المفاعلات الكبرى للانحطاط الإنساني، والخروج من الفتنة
هو تعبير عن الاستعدادات الأخلاقية أيضا الكبرى للنوع الإنساني. إيمانويل كانت في نص شهير، أحد النصوص الشهيرة، يبحث عن مؤشرات المستقبل أو عن انعكاس مكتسبات الحداثة التي كانت محدودة وجزئية في زمنه، انعكاس هذه المؤشرات المحدودة على صورة المستقبل. يعتبر أنه أحدى العلامات الكبرى الدالة على قدرة النوع الإنساني على التطور الأخلاقي والدالة على الاستعدادات الإخلاقية للنوع الإنساني هي قدرة الغرب على الخروج من الفتنة والشقاق إلى الوئام والوفاء. العنصر الثاني سأتحدث فيه عن ما علة خروج الغرب أو امتلاك الغرب لقدرة الخروج من الفتنة والشقاق، أو بتعبير أكثر حرفية، ما الذي كان يوجه التاريخ السياسي الغربي الوجهة الصحيحة، وجهة لجم المستبدين وإخضاع السلطة السياسية للقانون، ووجهة استئصال أسباب الفتنة والانقسام، الانقسامات الاجتماعية الحادة. إذن العنصر الثاني هو الآتي: ما الذي كان يوجه التاريخ الغربي السياسي الحديث الوجهة الصحيحة؟ العنصر الثالث والأخير هي: ما هي الموارد التي نمتلكها نحن اليوم لتجاوز الفتن وأسبابها، الموارد التي يوفرها لنا التاريخ؟ هذه العناصر الكبرى وسأحاول أن أوجز فيها إن شاء الله تعالى. العنصر الأول هو الفتنة كأحد المفاعلات الكبرى للانحطاط الإنساني. فيه أدواء كبرى للفعل الإنساني تضاعف قوى السلب والدمار فيه أضعاف مضاعفة. من هذه المفاعلات الكبرى كما قلت الفتنة. ما هي الفتنة ابتداء؟ يمكن أن نعطي الفتنة عدة تعابير بسيطة وسهلة في جمل يعني مختصرة. يمكن أن نقول أن الفتنة هي شرخ التماسك والتضامن الاجتماعي وكسر السلم الاجتماعي. يعني مجتمع يعيش في سلم اجتماعي، فجأة يقع تدمير هذا السلم الاجتماعي ويصبح الكل عدو للكل. يمكن أن نعرف الفتنة بما هي مجموعة من الأفكار الليلية المظلمة غير الخاضعة للتمحيص ولا للنقد ولا للغرب ولا لآخرها، التهامها لرصيد التعايش بين أناس عاشوا مع بعضهم وتعايشوا لقرون ربما. يمكن أن نعرف الفتنة بما هي تجنيد للقوى النفسية والرغبية والاجتماعية الليلية. الليلية هذه أونيغيك، يعني أنا ترجمة لمصطلح أجنبي، المقصود بها يعني ضد النور وكل، نعم، هي تجنيد القوى الليلية التي يفقد معها الإنسان زمام ذاته، يفقد زمام ذاته، يرجع ما يعرفش ماذا يفعل. الإنسان العاقل في حالة سوية وفي حالة عادية لا يمكن أن يأخذ سكينا ويذبح جاره بدون مبرر أو يذبح جارته، لكن في الفتنة يمكن يذبح جاره وولده وزوجته ويذبح من هب ودب. فهذه الفتنة هي إذن تجنيد للقوى الليلية. ما هي هذه القوى؟ سنحاول أن نشير إليها. التي يفقد معها الإنسان زمام ذاته وينخرط في عنف جماعي أعمى. أنا أتذكر في تاريخ ابن خلدون في الجزء الذي يتحدث فيه عن الفتنة الكبرى، يعني استعرض عدة أقوال للصحابة في هذا، بينهم أحد الصحابة نسيت القول بالضبط لكن يجسد هذا المعنى، أنه يقول: ما كنت في يوم من الأيام، يعني أفقد، يعني كما يقال، أفقد لرشدي مني الآن، يعني لا يعرف لماذا فعل ما فعل وكيف فعل ما فعل. والله نسيت الجملة، معبرة جدا ودالة جدا.
ويمكن أن نعرف الفتنة بما هي: مجال لثقافة الكراهية ولصنع إنسان الكراهية. إنسان الكراهية، المعمل الجيد لإنسان الكراهية هو الفتنة. ويمكن أن نعرف الفتنة بما هي: الهرج والمرج والعنف الجماعي العشوائي الذي يفقد فيه الإنسان زمام ذاته إلى آخر. هذه التعريفات المختلفة التي نعرف فيها الفتنة انطلاقا من منطقها أو انطلاقا من آثارها أو انطلاقا من أسبابها الفاعل إلى آخر، تعريفات مختلفة كلها تشترك في شيء، في أن للفتنة منطق لا منطقي أو لا عقلي. وأحد الأسلحة الكبرى التي يوفرها ويمنحنا إياها العصر والعلوم الإنسانية خاصة في تجاوز الفتنة والوعي الفتنوي، هو في تفكيك المنطق اللامنطقي للفتنة أو القوى اللاعقلانية التي تشتغل في الفتنة. ما هي القوى الليلية التي تجندها الفتنة؟ أنا في محاضرة ليست بعيدة يعني هنا كنت تحدثت عن الإيديولوجيا وعن منطق الإيديولوجيا، وعلى كل محاضرة موجودة مسجلة، وتناولت فيها يعني الدلالات القدحية للإيديولوجيا والمنطق الذي تشتغل به الإيديولوجيا. لن أركز يعني كثيرا على هذا العنصر ما أسميه بالقوى الليلية والمنطق اللامنطقي للفتنة، لكن سأشير فيه إشارات مجملة. ما هي هذه القوى الليلية التي تجندها الفتنة؟ ما هو المنطق اللامنطقي للفتنة؟ تعرفون أنه من قديم الزمان الفلاسفة، من سقراط وما قبل سقراط وأفلاطون وأرسطو والفلاسفة المسلمين إلى آخره، كان فيه اهتمام كبير بتحليل النفس الإنسانية وبفهم قوى النفس. ما هي قوى النفس؟ الفلاسفة في تاريخنا وفي تاريخ اليونان كانوا يتحدثون عن قوى متعددة للنفس. النفس الإنسانية فيها قوى شهوية، الإنسان كائن يشتهي ويرغب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لا شهوات، كائن شهوي. وطبعا إذا الشهوة تغلبت على العقل، الشهوة لها منطق، الشهوة والرغبة يمكن أن توظف العقل، يمكن يصبح العقل مجرد أثر سطحي للشهوة ومجرد أثر سطحي للرغبة، يمكن في أكثر الاستدلالات المنطقية إحكاما تكون استدلال منطقي محكم، لكن في الحقيقة القاع الذي منه يستمد هذا الاستدلال ويعبر عنه هو قاع رغبي شهوي. من قوى النفس الكبرى القوة الغضبية، وهي قوة أودعها الله في الإنسان للدفع والدفاع عن نفسه ولحماية حرمته، لكن هذه القوة أيضا هي قوة يمكن أن تفلت من زمام العقل تماما وأن تتحول إلى قوة مدمرة، يصبح العقل مجرد أثر ومفعول سطحي لها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: من السرعة فيكم؟ قالوا: السرعة من لا يغلبه من أحد. قال: السرعة من يملك نفسه عند الغضب، لأنه أن يملك نفسه عند، لأنه عادة الغضب هو قوة مناقضة للعقل. ليس الشديد بالسرعة. نعم. نعم. الشديد. نعم. فهذه إذن إحدى القوى النفسية الكبرى، القوة الغضبية. الإنسان يغضب إذا مس في اعتباره الذاتي، إذا احتقر، إذا أحس أنه امتهن أو احتقر تثور ثائرته. الإنسان يغضب إذا مسه أحد في عرضه، يمكن يقتل ويفعل الأفاعيل. الإنسان يغضب إذا مست مقدساته الإنسان إلى آخره. فهذه القوة الغضبية فيه أوتار نفسية، إذا وقع المساس بها تتحرك هذه القوة الغضبية الكبرى في الإنسان فردا وجماعة، غير أن حركة هذه القوة في الجماعات لها منطق آخر. فإذن القوى الليلية التي نتحدث عنها ليست قوى غريبة، هي قوى في النفس الإنسانية،
وقوى يمكن أن يدرسها علم النفس الفردي، يمكن أن يدرسها علم النفس الجماعي والاجتماعي. هذه القوى تصبح في الأصل ليست قوى ليلية، هي أودعها الله في الإنسان لأداء وظائف حيوية هامة، بدونها لا يمكن أن يستقيم الإنسان الاجتماعي. بدون قوة شهوية إذا انطفأت الغريزة هل يمكن الحياة أن تستمر؟ لا يمكن الحياة أن تستمر، يعني هي نهاية الحياة، فالحياة هي بالغريزة. القوة الغضبية إذا انتفت من الإنسان شنو اللي يصير؟ يعني يفقد كرامته، يفقد، يصبح القوي يأكل الضعيف وهكذا. فهي قوة أودعها الله في الإنسان فردا وجماعة لأداء وظائف حيوية مهمة، غير أن هذه القوى يمكن أن تتحول إلى قوى ليلية حين تفلت الغريزة أو تفلت القوة الغضبية من سيطرة الفكرة، قش تخضع الفكر، ومن سيطرة العقل. في مستوى الجماعات ما هي هذه؟ أنا طبعا افتتحت بقوى النفس، هذا يعني تصنيف قديم، لكن التصنيف الحديث في التحليل النفسي الاخري فيه دراسة أخرى للنفس الإنسانية تكشف في استخدامات اصطلاحية أخرى، الحديث عن الوعي، عن اللاوعي، عن الوهم، عن الاستهام، عن الخداع إلى آخره، وهي كلها في نهاية الأمر قوى نفسية. هذه القوى الليلية الكبرى التي يمكن أن تكون من أسباب الفتن عديدة. والمهم أنا نعطيكم الخيط أو المسلك الموصل، لكن يبقى كل إنسان يمكن يفكر في هذا الباب. بين قوسين العلوم الإنسانية عندها منجزات كبرى في هذا، يعني في دراسة أسباب الفتن، في دراسة الأنظمة الفاشية النازية الستالينية إلى آخره، الأنظمة التوتاليتارية التي سيطرت في النصف الأول من القرن العشرين وحركت الملايين، في سؤال يعني لغز غامض ولا يزال الآن العلوم الإنسانية تحاول الإجابة عنه، هو كيف لأفكار سقيمة غير علمية متهافتة من الناحية العقلية والمنطقية أن تحرك الملايين والجموع والجماهير وأن تتسبب في أسوأ الكوارث في التاريخ، في المذابح الجماعية والإباتات الجماعية والحروب والتطاحن وإنسان الكراهية وثقافة الكراهية. كيف يمكن لأفكار مضلة سقيمة من الناحية المنطقية والعقلية أن تخدع حتى النخب الأكثر يعني تمكنا من العلم والثقافة، وأن تستجيب لهذه الأفكار وأن تسير في ركابها وأن تتبناها؟ طبعا هذا كتبت فيه كتب كثيرة فيما يسمى بسيكولوجي ديماس، سيكولوجية الجماهير أو الجموع، لكن أنا أشير إشارات خاطفة لما أسميه بالقوى الليلية. ما هي هذه القوى؟ من هذه القوى الليلية التي تتحرك في الفتن بقوة ما يمكن أن نسميه بالجروح النرجسية الغائرة. ما المقصود بالجروح النرجسية؟ يقول لك الجرح النرجسي هو الجرح الذي يمس الإنسان في كبريائه، يمسه في اعتباره الذاتي، في تقديره لنفسه. إذن هي الجروح التي تصيب ما يمكن أن نسميه بالاعتبار الذاتي للجماعات، تصيب الكبرياء الجماعية، تصيب التقدير الذاتي للجماعة التاريخية، تصيب ما به قوام هويتها أو وعيها لذاتها أو ما به اعتبارها لنفسها. إذن من الجروح النرجسية الغائرة والاعتبار الذاتي المكسور هو أول هذه القوى الليلية المخيفة. تعرفون أن الجماعات التاريخية تصاب بجروح نرجسية كما يصاب الأفراد. أمة من الأمم انكسرت في معركة كبرى، وكانت هذا الانكسار علة لإذلالها من أمة أخرى لأحقاب طويلة مثلا، هذا يبقى جرح غائر. أمة من الأمم كانت تحلم بالمجد وبالسيطرة إلى آخره، وتحطم هذا الحلم على صخرة من الصخور وتدمر، يبقى جرحا غائر. مظلمة تاريخية كبرى
تتعرض لها جماعة من الجماعات السياسية الثقافية إلى آخره. يمكن أنا تحدثت على قوة التوريث التي لبعض الأحداث التاريخية الكبرى، قوة التوريث النفسي والعقلي والاجتماعي يمكن أن يبقى جرحا أيضا نرجسيا متواصلا لأحقاب ولقرون طويلة. وفيه شيء، الكائن البشري إحدى خصائص الكبرى التي يتميز بها عن الحيوان هي قدرته على تأجيل العنف، العنف المؤجل. حيوان من الحيوانات يتصارع حيوانان على أنثى من الإناث يتطاحنان في الحين، يعني المغلوب يهرب وانتهى الموضوع. لكن الإنسان لا، الإنسان يمكن أن يؤجل، أن يختزن العنف والحقد وأن يؤجله سنين، ويمكن أن يؤجله أحقاب، ويمكن أن يؤجله قرون. وهذه إحدى الخصائص الكبرى التي بحثها الأنثروبولوجيون في الإنسان، هي اختزان العنف والقدرة على تأجيل العنف. فيه جروح جماعية نفسية جماعية إذا لم يقع تصفيتها تاريخيا معرفيا وأخلاقيا وكذا تظل فاعلة وتنتج ما يمكن أن نسميه بالعنف المختزن وبالعنف المؤجل. غني جيغار هذا أحد الأنثروبولوجيين الفرنسيين الكبار بحث هذا موضوع العنف المؤجل يعني كثير، يقول هذه إحدى الخصائص الكبرى للإنسان، أنه يمكن أن يختزن كمية كبيرة من العنف لكن الشروط التاريخية لا تسمح له بالانتصار لجماعته لجرحه النرجسي إلى آخره. يمكن لهذا العنف أن يورث في شكل مخزون نفسي ورمزي عنيف وأن يتفجر في يوم من الأيام. فإذا هذه الجروح النرجسية الغائرة التي تصيب الاعتبار الذاتي، أو الجروح النرجسية التي ترجع لمظلمة ولقهر تاريخي إلى آخره، هذه الجروح يمكن أن تختزن لأحقاب، يمكن أن تختزن لقرون وأن تتفجر في يوم من الأيام. ومن أيضا من هذه القوى الليلية، إذا أردنا أيضا بشيء من التفصيل، يمكن أن نذكر، احنا تحدثنا عن الجروح النرجسية الغائرة، يمكن أن نتحدث عن الثأر والانتقام وهو يتبع هذه الجروح. الثأر والانتقام الرمزي والمعنوي اللامعين، يعني أنت يمكن يظلمك شخص وتنتقم من هذا الشخص، هذا انتقام معين، شخص ظلمك وانتقمت منه. لكن هذا لا، هذا الانتقام اللامعين كالخطيئة الأصلية اللي هي خطيئة تعم النوع البشري كله. فهذا الانتقام اللامعين ما عندوش موضوع محدد، موضوعه قابل لأن يتحدد ضمن الوضعيات التاريخية التي تتفجر فيها أسباب الفتنة. ولذلك هو ثأر وانتقام رمزي، موضوعه غير معين. تعرفون أن الثأر والانتقام هي إحدى القوى النفسية في الإنسان الكبرى، والإسلام قضى على الثأر في مستوى الأفراد بالقصاص، وقضى على الثأر والانتقام بالعدل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والجماعات التاريخية حتى القديمة والوثنية وغيرها كان عندها آلية لضبط هذه القوة في الإنسان، قوة الانتقام، لأنها قوة ضد العيش المشترك، قوة لا اجتماعية، هي قوة لا اجتماعية ولا سياسية، هي قوة دمار. هذه القوة اللا اجتماعية التي في الإنسان، الثأر والانتقام، واللي هي في الأصل قوة للدفع عن النفس، لكن يمكن أن تصبح قوة لا اجتماعية لا سياسية إلى آخره، كان باستمرار لدى الجماعات التاريخية حتى الأكثر وثنية وبدائية أساليب في السيطرة عليه. وهذا أيضا مبحوث أنثروبولوجيا جيدا. من هذه الأساليب ما يمكن أن نسميه بكبش الفداء أو بالضحية، لبوكي ميساق بالفرنسية. ما هو كبش الفداء؟
تلقى جماعة وثنية تضحي بامرأة أو برجل تذبحه أمام الجميع وانتهى الموضوع. هذه العملية في الحقيقة هي تنفيس لتوتر، يعني فيه عمليتين. فيه أولا أحيانا ينوب المجتمع في العقاب، خاصة في الجرائم التي هي في الوعي الشعبي مغلظة ويمكن أن تؤدي إلى فتن، يمكن تؤدي الحرب بين قبيلة وقبيلة، عشيرة وعشيرة، تؤدي إلى عبادة، إلى تصفيات. المجتمع لمنع هذا كله ينوب عن الأفراد في العقوبة، يعاقب المجتمع بعقوبة قاسية جدا، عقوبة قاسية جدا تؤدي إلى تنفيس التوتر والاحتقان الاجتماعي. ولذلك العقوبات القاسية في التاريخ ليس فقط عقوبات مستحقة بفعل عظم الجرم فقط، لا، بل أيضا هي عقوبات لها وظائف اجتماعية، هي عقوبات ينوب فيها المجتمع أو السلطة عن الفرد إلى آخره لكي يقضي على أسباب التوتر الاجتماعي والفتنة التي يمكن أن يخلقها الثأر لمثل هذه الجريمة. وفي المجتمعات البدائية أيضا كانت تكون في توترات واحتقانات يمكن أن تهدد السلم في القبيلة والعشيرة إلى آخره، فكان الضحية الذي يضحى به كبش الفداء هو يعني الذي يطفئ هذا التوتر الاجتماعي ويؤدي نوع من الوظيفة النفسية والاجتماعية ويسير الاجتماع من جديد. هذا طبعا احنا نقول فيه من ناحية وصفية. الأديان السماوية طبعا حاربت هذا وألغت، لكن نحن نحكيه من زاوية الوظيفة السوسيولوجية، وهذا لا يزال يتواصل إلى اليوم. نظام من الأنظمة في أي بلد في العالم اللي صارت له مظاهرات شعبية واحتجاجات كبيرة مثلا على الخبز ولا على الأجورة وكذا، لابد أن يبحث عن كبش فداء، يجيب وزير من الوزراء يلصق فيه كل شيء إلى آخره ويحطه كبش فداء، يعني هو كبش المحرقة. تنفيس هذه التوترات الاجتماعية والسيطرة على هذه القوى الليلية له أشكال مختلفة في التاريخ وجلها أشكال عنيفة. فيه دول عندما توصل أزمة الشرعية فيها إلى انسدادات خانقة يفتح جبهة حرب خارجية، يعمل عدو خارجي، هذا العدو الخارجي يجند هذه القوى الليلية كلها ويصير نوع من التنفيس في احتقانات الشرعية. ولذلك الحرب تعتبر أحد الأدوات الكبرى لتنفيس الاحتقانات الاجتماعية الداخلية، لأنها توجه السهام إلى عدو خارجي. فالمهم هذه كلها أدوات لتنفيس هذه الاحتقانات، لكن الأديان السماوية جاءت بمنطق جديد في التعامل مع التوترات والاحتقانات الاجتماعية العنفية التي يمكن أن تهدد السلم الاجتماعي. هذا المنطق يلخص في كلمة واحدة، العدل، العدل والقسط، إقامة العدل وإقامة القسط، اللي هي وظيفة الأنبياء ووظيفة الرسل ووظيفة إلى آخره، وأشار لها أخينا الشنقيطي فيما قالوا يعني المثير في الجزيرة نت. نعم، فإذن هذا الثأر والانتقام الرمزي اللامعين المعنوي إلى آخره لمظلمة أو لوهم مظلمة قابع في أعماق الذاكرة الجماعية، هذا الثأر هو نقيض منطق العدل بدون أدنى شك، وهو أحد القوى الليلية الكبرى في الجماعات الإنسانية. ومن القوى الليلية الكبرى أيضا التي تسهل، أو لنقل من خطوط الضعف الفكرية والنفسية الكبرى التي يمكن أن تصيب الاجتماع وأن تسهل اكتساح الأفكار الفتنوية، هو ما يمكن أن نسميه بفراغات التواصل الاجتماعي. تكون طوائف وفئات تعيش مع بعضها لكنها تنتمي وجدانيا ونفسيا لأزمنة مختلفة، وتنتمي وجدانيا ونفسيا لقارات ثقافية متباعدة،
هم عايشين مع بعضهم جسدا، بيأكلوا مع بعضهم، ربما يتزوجوا كذا، ولكن فيه فراغات حقيقية في التواصل العميق. هذه الفراغات هي خطوط ضعف حقيقية يمكن أن تكون منفذا كبيرا وحقيقي للأفكار الفتنوية. عندما وقعت الحرب في البوسنة، محاولة تدمير البوسنة وإبادة شعب البوسنة، يعني كانوا عايشين مع بعضهم لسنين طويلة، يعني في فئات مختلفة وقوميات متعددة يتزاوجوا وبينهم قصص وعلاقات، وفجأة هذا كله ضرب في الصفر، وأصبح الجار يمكن يقتل جاره، والزوج يمكن زوجته في معسكر وهو في معسكر، وهكذا. فهذه الفراغات التواصلية الكبرى التي تجعل أزمنة ثقافية مختلفة تعيش مع بعضها أو تتعايش تعايشا ماديا خارجيا دون أن يتحول هذا التعايش إلى تعايش قيمي، ودون أن يتحول إلى قدرة على استنباط أسباب الاعتراف بالآخر من داخل القناعة الخاصة، هذا يمكن هو خط من خطوط الضعف الكبرى وأحد القوى الليلية الفاعلة بدون أدنى شك في الفتنة. الفتنة أيضا هو باستمرار فيها، قلنا الفتنة فيها قوى ليلية رمزية نفسية اجتماعية، وفيها قوى ليلية مادية تستفيد منها. ديما الفتنة فيها أصابع تحرك وأصابع تستفيد، فيه قوى ليلية مادية ملموسة دائما تستفيد من الفتن ومن إشعالها. الفتنة كما فيها قوى لا واعية تشتغل، فيها قوى واعية تشتغل أيضا، فيه قوى واعية تشتغل في الفتنة وتؤجج الفتنة وربما تخطط لها. وهذه القوى المادية السياسية الاقتصادية إلى آخره التي تشتغل في الفتن، أداة من أدوات اشتغالها الرئيسي هو ما يمكن أن نسميه بصناعة الخوف، الصناعة الدائمة للخوف وصناعة الإحساس بالتهديد. لأنه شنو هو الفتنة في عمق؟ الفتنة هي تدمير للأمن والسلم الاجتماعي، هي مجال للخوف. لا نعم، هي لا يأمن فيها الإنسان لا على نفسه ولا على أولاده ولا على ممتلكاته ولا على عائلته ولا ثقافته ولا دينه ولا عرضه ولا أي شيء، هي مجال للخوف. والقوى الفتنوية الواعية التي الأصابع التي تشتغل في الفتن تشتغل عادة بصناعة الخوف وبصناعة التهديد، بصناعة التهديد. يبدأ ما فيه تهديد فعلي لو أنه الأمور استقامت يعني على طريق سوي، لكن الفتنة تشتغل عن طريق هذا الإحساس العميق بالتهديد، أنني مهدد في مقدساتي، مهدد في كرامتي، مهدد في كذا، مهدد في كذا. هذا الإحساس العميق بالتهديد هو نفسه يحتاج إلى تفكيك وتحليل. لكن أنا على كل هذه مجرد إشارات موجزة لما يمكن أن نسميه بالقوى الليلية التي تشتغل في الفتنة. الفتنة إذا حبينا نعطيها وصف كبير يجمع كل شيء، نقول الفتنة لا تفكر، الفتنة عمياء لا تفكر، الفتنة لا تفكر. حين تبدأ الفتنة بالتفكير تبدأ تتجه نحو الحل، لكن الفتنة خاصيتها الكبرى هي أنها لا تفكر، لا عقل لها. أفتح قوس صغير، تعرفون أنه من الألغاز الكبرى التي تحير أي إنسان سوي هو الناس المجرمين الجلادين الذين يشتغلون في الأنظمة المستبدة في وزارة الداخلية، الذين يعذبون الناس ويقتلونهم ويعلقونهم ويفعلون بهم الأفاعيل، أو الذين في عمليات الإبادة الجماعية والفتن يرتكبون أبشع المجازر وأبشع الأعمال بدون أن تطرف لهم عين. كيف؟ يعني إنسان كيف يخرج الإنسان من أدميته؟
كيف يتحول الإنسان إلى أكثر من وحش كاسر. هذا بدون شك لغز من الألغاز الكبرى، وهذا أيضا فيه بحوث كثيرة من الناحية النفسية والاجتماعية. تعرفوا أن فرويد يفترض أنه في الإنسان فيه قوتين، فيه ما يسميه بغريزة الحياة أو إيغوس. إيروس هو غريزة الحياة في الإنسان، غريزة الحب والحياة، وتاناتوس هي غريزة الموت. يعني لتفسير الدمار اللي حاصل في التاريخ ما وجد سبيلا إلا الافتراض أنه في غريزة أصلية في الإنسان للدمار والتخريب والكذا، نقيض للحب ولغريزة الحياة سماها بغريزة الموت. بصرف النظر عن صحة هذا وعدمه، لكن في محاولات كبرى لتفسير هذا الجانب المظلم في الإنسان. حنا أرنت، فيلسوفة ألمانية يهودية معروفة، كانت هربت في الحرب العالمية الثانية من ألمانيا إلى أمريكا، وهي من أعمق الفلاسفة السياسيين في القرن العشرين. عندها كتاب تتحدث فيه على محاكمة إيخمان. إيخمان هذا أو إيخمان هو أحد الجلادين الكبار في معسكرات الاعتقال النازية، واحد من المسؤولين على عمليات الإبادة التي وقعت في المعسكرات النازية. وقع اختطافه من إسرائيل، اختطفته وحكم في إسرائيل وعدم. هي رجعت إلى محاضر التحقيق. حنا أرنت هي رجعت إلى محاضر التحقيق، ورجعت إلى استجواباته أمام المحكمة. ماذا قال؟ طبعا هي رجعت إلى هذا كله من أجل أن تفهم سيكولوجية الجلاد، سيكولوجية المجرم السياسي العاتي، ما الذي يجعله وحشا؟ ماذا تقول؟ وجدت شيء غريب في محاضر إيخمان، وهو أنه تقول أنه إنسان ليس كما نتخيل يقتنه الشر المطلق. لا، أول شيء في حياته العادية هو إنسان كسائر الناس، له زوجة وله أولاد يتفسح بهم ويقبلهم ويشتري لهم اللعب. يعني هو إنسان كسائر الناس، لكن كي يدخل في معسكرات يعني الاعتقال النازية يذبح بدون أن تطرف له عين، ويخرج من المعسكر يهز أولاده ويتفسح بهم ويقبلهم ويحتضنهم ويشري لهم اللعب. ما هذا؟ ووجدت أنه في محاضر التحقيق إيخمان باستمرار يتحدث عن فكرة الواجب، عن أنه ينفذ واجبه، كان ينفذ واجب وطني، ويستشهد مرارا وتكرارا، وهذه البلية الأعظم، بإيمانويل كانت، بفكرة الواجب الكانتية. وتقول حنا أرنت أنه فيه ثغرة في فكرة الواجب الكانتية جعلت توظيف هذا التوظيف الرديء ممكن. لكن المهم أن تقول إيخمان عندما نقرأ شخصيته نلقاه له إنسان يقتنه الشر المطلق، ولا 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 إنسان خرج من آدميته، لكن الخاصية الكبرى له ولأمثاله هو أنه شخص لا يفكر، تفكير ممنوع عنده، هو شخص عقله في الثلاجة، يعني يؤمر فينفذ، آلة التنفيذ، ويتفنن في التنفيذ بكل بساطة. فتقول أنه أعوان الأنظمة التوتاليتارية الخاصية الكبرى لهم هي هذه، أنهم لا يفكرون. انتقاءهم من البداية، كيف يقع انتقاءهم؟ ممنوع يكون إنسان عنده حس نقدي، ممنوع يكون إنسان يفكر. يمكنش تلقى واحد قاري فلسفة جلاد مثلا في الداخلية يعصر. يعني يعصر على كل، أنا لم أسمع بمثل هذا. لكن المهم أهم شيء فيه هو أنه شخص لا يفكر، واضح الفكرة. فإذن الأزمة خاصيتها الكبرى هي أنها لا تفكر. الإنسان لا يمكن أن يقف أمام ذاته وأن يسائل نفسه ما الذي أفعله. في الفتنة يفقد الإنسان زمام ذاته. فإذن الوضعيات الليلية هي وضعيات تنغلق فيها منافذ الذات أمام النقد، وتشتغل فيها آليات تمجيد الذات وشيطنة الآخر والمخالف. المخالف يصبح شيطان رجيم، وتصبح يعني العالم إما سواد أو بياض، نظرة مانوية للعالم
إما خير مطلق أو شر مطلق، إما سواد أو بياض، لا توجد مناطق رمادية، ويصبح الحاضر فيها مجالا لتصفية حسابات وهمية، وتتحول فيها النظم الفكرية إلى أنساق اعتقادية، يصبح أفكار بسيطة وهشة وواهنة يعتقد فيها المفتون اعتقاد المتدين في دينه، وتتجه فيها الوضعية التاريخية برمتها إلى الحد الأقصى من الفاعلية وإلى الحد الأدنى من التفكير. هذه هي الفتنة كوضعية ليلية. نعم، هذه هي الفتنة كوضعية ليلية. إذن تتجه الوضعية التاريخية إلى الحد الأقصى من الفاعلية وإلى الحد الأدنى من التفكير، وهذا معنى قولنا إن الفتنة لا تفكر. تعرفوا أن أحد المكتسبات الكبرى على الأقل القانونية في القانون الدولي، إذا اعتبرنا أنه فيه قانون دولي، في الحرب العالمية الثانية بعد سقوط ألمانيا وقع جدال فقهي كبير بين فقهاء القانون في قضية العقاب، من نعاقب؟ من نعاقب؟ التجريم من نجرم؟ هل نجرم الشعب الألماني أم نجرم المجرمين الذين قاموا بالجريمة، أم أن الشعب الألماني كله مجرم؟ كارل ياسبيرس فيلسوف معروف ألماني كبير كتب كتاب اسمه La culpabilité allemande، يتحدث فيه على هذا الموضوع. وأحد المكتسبات الكبرى التي انتهى إليها القانون الدولي أن الجريمة فردية، ما فيه جريمة تنسب إلى شعب، الجريمة فردية، يعني أنه يحاسب الأفراد الذين أجرموا. الدولة يمكن تحمل مسؤولية رمزية معنوية، تعتذر، تطلب الغفران والصفح، لباردون، هذه المسؤولية التي تحمل إياها الدولة، بما أنها بمعنى من المعاني هي الوارث لهذه المرحلة التاريخية وللذاكرة القومية. ولكن العقاب لا يمكن أن ينزل إلا بأفراد، ما في عقاب جماعي بدون قرينة وبدون دليل قانوني، وهذا أحد المكتسبات الكبرى للقانون الدولي. الفتنة تشتغل ضد هذا المنطق تماما. العقاب يمكن يكون للرضيع الذي ما زال يلتقم ثدي أمه، للجميع، لمن هب ودب، يمكن أن يطال حتى الحيوانات مش حتى الناس فقط، وهذا فعلا وقع، حصل. محاكم التفتيش التي وقعت في أوروبا للمسلمين ولما يسمى بالهراتقة إلى آخره إلى آخره، هذه المحاكم أحيانا كانت تنتهي إلى أنه قرية من القرى أو كذا العقاب ينبغي أن تباد حتى أحجارها نجسة. يعني الإبادة لا تطال فقط الناس، بل تطال الأحجار والأشجار وكل شيء. عندي نص هنا إذا وجدت، يعني لحظة، يعني تعرفوا ثقافة الحقد والكراهية كيف تشتغل الانتقام. هذا أحد علماء اللاهوت اسمه بيدرو أنزار كاردونا، عام 1612، يعني في وقت المحاكم التفتيش يعني في أوجها، له يبرر طرد الموريسيكيين من الأندلس المسلمين وإبادتهم. يبرر هذا الطرد وهذه الإبادة بوصمهم بأرذل وأخطر الصفات. أش يقول؟ يقول الموريسيكيون هم السم والجرب والأعشاب الطفيلية في أرض إسبانيا، وهم الحيوانات المفترسة والثعابين والعقارب والضفادع والعناكب والحيات القاتلة، وهم قطاع الطرق الكواسر والطيور الجوارح التي تحيا بنشر الموت، إنهم الذئاب بين النعاج واليعاسيب في خلايا النحل والغربان في أسراب الحمام والكلاب في الكنيسة والغجر بين اليهود والهراتقة في صفوف الكاثوليك. وأحد أيضا علماء اللاهوت مشرفين على محاكم التفتيش اسمه برنار دو لوكسمبورغ،
يصف الهراتق بالحيوانات النجسة والخادعة وبأشجار خريف عقيمة مقطوعة عن جذور الرحمة. وأما مدينة الهراتقة، اسمحوا جيدا، مدينة الهراتقة فلا فائدة ترجى منها، وحتى الأحجار المبنية بها وقود لجهنم إلى آخره. ولذلك يتعين مش القضاء على الهراتقة بل تدمير أحيائهم ومدنهم تدميرا كاملا، كل ما يتبعهم نجس ووقود لجهنم. هذه هي الفتنة. إذن الفتنة عمياء لا تفكر، وهذه هي القوى الليلية التي تشتغل أو يمكن أن تشتغل في الفتنة. طبعا هذه القوى أشرت إليها على سبيل الإشارة، لكن الأمر يتطلب استفاضة وتحليل أعمق بكثير. لكن المهم هو أن على الأقل يعني في هذه المحاضرة نفتح مسالك للتفكير، هذا هو المهم. التاريخ الغربي، أنا لو أستعرض لكم هذه الصفحة بشع مهول عن الحروب الدينية التي مر بها الغرب. الغرب الحديث عاش موجة من الخوف ومن الهلع الكبير. هذه الموجة من الخوف أو موجات من الخوف المتعاقبة اجتاحت أوروبا منذ القرن الثالث عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر. وفي نصف الألفية هذه يتركز الخوف، كما يقول أحد المؤرخين الفرنسيين الكبار جون دوليمو، عنده كتاب سميته La peur en Occident، الخوف في الغرب، يؤرخ لموجة الخوف التي سادت الغرب في القرون الوسطى وبداية الأزمنة الحديثة. يقول موجة الخوف هذه تتركز خاصة بين 1348 ميلادي و 1660، وهي المساحة الزمنية التي تراكمت وتضافرت فيها الكوارث الطبيعية، يعني كالأوبئة وكالمجاعات والطاعون إلى آخره، والثورات والفتن وعمليات الإبادة الجماعية. وتزاد عليها في آخر هذه المرحلة الانقسام الديني وبروز البروتستانتية. هذه المرحلة في تاريخ الغرب هي مرحلة سوداء، مرحلة حروب وتطاحن وفتن وإبادات وإلى آخر، وهي مرحلة طويلة يعني امتدت على مدى أكثر من 300 سنة. هذه المرحلة أنا لن أفصل في هذا، لكن غير لمن أراد يمكن فقط تدخلوا غير في الانترنت، تدخلوا غير في موسوعة ويكيبيديا واعملوا الحروب الدينية أو أعملوا الفتن، يعني بحثوا بمصطلحات مختلفة ستجدون البشاعات في هذا الباب، يعني نركز في التفاصيل التاريخية. لكن المهم أن الغرب، يقول جون دوليمو، كاد يشل فيها في هذه المرحلة شللا نهائيا، كاد الغرب يندثر اندثارا نهائيا كحضارة وتاريخ في هذه المرحلة. ولكن مع ذلك الغرب استطاع في النهاية أن يستقوي وأن ينهض وأن يخرج من هذه المرحلة. كيف؟ هذا هو اللي نحب نمسك به في هذا كله، هو كيف. إيمانويل كانت يقول في حديثه عن الاستعدادات الأخلاقية للنوع الإنساني أنه عندما يبلغ الانحطاط في جماعة تاريخية ما مبلغه، يصل الانحطاط إلى مرحلة ليس له ما بعده، يكون أمام هذه الجماعة أحد طريقين تاريخيين يعني مسلكين، إما الفناء والاندثار أو العثور على خيط ومسلك استئناف الصعود، أنه تعثر على طريق الصعود مرة أخرى، إما تندثر وإلا تعثر على طريق الصعود. لذلك اليوم في الواقع العربي ثم شكون يقول لك مازال التغيير بعيد شوية لأنه الانحطاط لم يبلغ بعد مدى، لازلنا ما وصلناش مرحلة الفناء والاندثار. يعني الغرب وصل في هذه المرحلة التاريخية بين 1348 و 1660 ميلادي إلى مرحلة مهدد فيها بالاندثار. طبعا فتن وحروب وتطاحن وأوبئة ومجاعات تراكمت الطبيعية والبشرية عن الكوارث.
وزاد على هذا كله التأويل الذي منحته الكنيسة لهذا كله، لأن الكنيسة كانت هي التي تمنح الناس المعنى، تعطيهم معنى ما يجري، فكانت هي المؤتمن على سؤال المعنى، ما الذي يجري؟ لماذا الفتن؟ لماذا الحروب؟ لماذا الكوارث الطبيعية؟ لماذا الطاعون؟ لماذا الجماعة المجاعة؟ الكنيسة جابت تأويل بسيط هو يعني بمثابة سلاح فعال في يدها للقضاء على الهراطقة وعلى المسلمين وعلى كذلك كانوا في الغرب واليهود. هذا التأويل هو أنه كل ما يجري الأوبئة المجاعات هي عقاب إلهي، وهي علامات النهاية، علامات على نهاية العالم، كما تقول علامات الساعة، علامات نهاية العالم هذه. أي نعم، يعني أنه إبليس يخوض فيها معركته الأخيرة ويجند فيها كل أعوانه، الأعوان يعني الطبيعية والبشرية، وأنه ما يجري هذا كله هو علامات النهاية، هو علامات على تحقق رؤية القديسين بنهاية العالم الأبوكاليبس، وهي يعني هذه العلامات تتمثل في المعركة الكبرى التي يخوضها إبليس ويستعمل فيها كل أعوانه، وأيضا هي خاصة الكوارث الطبيعية هي عقاب جماعي، عقاب جماعي للناس بسبب وجود الهراطقة والمخالفين في الدين. هذا التأويل طبعا اللي به الكنيسة فتحت محاكم التفتيش وفعلت الأفاعيل وقعت. لكن المهم احنا اللي همنا في هذا يعني مش ركزنا على التفاصيل التاريخية، الغرب كيف خرج من هذا؟ وهذا الإشكال، بمعنى الوضعية اللي عاشها ما نعيشه احنا شوية في تن بين المسلمين لا تساوي شيئا مذكورا أمام ما عاشه الغرب، لكن استطاع أن يعثر على طريق الخروج من هذه الفتن. طبعا الغرب خرج من هذه الفتن عن طريق نحت عقد سياسي واجتماعي جديد، عن طريق إرساء قواعد جديدة للعيش المشترك، غير أن هذه العملية نحت عقد سياسي واجتماعي جديد وإرساء قواعد جديدة للعيش المشترك لم تكن فعل مثقفة وإرادة فردية، يعني ما هوش إنسان جاب نظرية للعقد الاجتماعي والناس تبعته، لا، نظرية العقد الاجتماعي هي تتويج لمسارات دامت قرون شهدت في النهاية تكثيف فكري ودلالي في كتاب العقد الاجتماعي لجون جاك روسو. الغرب خرج عن طريق نحت عقد اجتماعي، ونحت هذا العقد كان اتخذ مسارين كبيرين كلاهما امتد على مدى قرون، وانتهى هذان المساران إلى مصب واحد هو نحت عقد اجتماعي جديد. المسار الأول يتمثل في توهين وإضعاف الأفكار الفتنوية وفي استنفاذها الدموي. مع الأسف الشديد الأفكار القاتلة والسامة في التاريخ والفتنوية يمكن أن تستنفذ بأحد طريقين أو بهما معا، يمكن أن تستنفذ استنفاذ معرفي بالنقد، ويمكن أن تستنفذ استنفاذ دموي في التطاحن الاجتماعي، يعني فكرة تجند الناس وتعبيهم فيقتلوا بعضهم بعضا، ثم في النهاية يكتشف الفريقان أنه لم يحصلوا على شيء، أنه هذه الفكرة لا تعد بشيء، لا تعد إلا بالخراب وبالدمار. ففكرة إذن تستنفذ في الدماء، تستنفذ طاقتها الوعدية، تستنفذ قوتها، قوة التجيش والتعبئة التي تملكها استنفاذ دموي. فالمسار الأول كان توهين وإضعاف الأفكار الفتنوية واستنفاذها استنفاذا دمويا، غير أن هذا وحده ما كانش ممكن ينشأ عقد سياسي واجتماعي جديد. هذا الاستنفاذ الدموي، الاستنفاذ العملي لهذه الأفكار الفتنوية، رافقه في نفس الوقت نشوء أفكار جديدة ذات قوة تبشيرية ووعدية وتطلعية أكبر. الفكرة طبعا الرئيسية التي واجهت الفتنة كانت هي فكرة التسامح،
لو لم تكن أو لو لم تولد فكرة جديدة ذات قوة تبشيرية أكبر وتفتح أفق تاريخي حقيقي لما أمكن الخروج من الفتنة. ولذلك أحد المؤرخين الألمان نستشهد به كثيرا لأنه من أفضل من أرخ الحداثة السياسية رينهار كوزيلاك يتحدث عن الأنوار، عنده كتاب اسمه لغاني دولاك خيتيك أو عصر النقد، يمكن أن نترجمها ترجمة عصر النقد. يعرف فيها الأنوار، يقول ما هي الأنوار؟ يقول الأنوار هي مشهد تاريخي كبير لأفول أفكار، أفكار بدأت تأفل وتخلي الساحة، أفكار تتراجع تتقهقر، وأفكار أخرى تتقدم وتحتل المساحات التي تخليها هذه الأفكار التي هي بصدد التراجع والتقهقر. فإذا تراجع بعض الأفكار، تراجع في الفعل واستنفاذها لقوتها ولوقودها ولطاقتها، ما كان ممكن لوحده أن يولد شيئا ذا ذاك. ميلاد العقد الاجتماعي والسياسي الحديث هو ثمرة هذا المشهد التاريخي وهذا المسار، أفكار تأفل وأخرى تتقدم لتحتل مكانها. ولذلك في وقته فولتير قبل الثورة الفرنسية كان يتحدث يقارن بين الإنجليز والفرنسيين، قال الإنجليز أهرقوا أنهار من الدماء في مقاومة المستبدين، ولكن دماءهم لم تذهب عبثا لأنهم استطاعوا لجم الطغاة، في حين أن الفرنسيين أهرقوا ربما أضعاف ما أهرقه الإنجليز في الفتن والثورات، لكن دماءهم لم تزد قيودهم إلا إحكاما. شنو الفرق؟ الفرق أن الإنجليز المسار السياسي لمواجهة الملوك الطغاة كان، سنستعرض هذا المسار بإيجاز شديد، كان باستمرار مسار موجه فيه فكرة، فيه له وجه رمزي، عنده وجه فكري، فيه فكرة توجه وهي تقييد سلطة الحكام، قيدها. يعني هذا التقييد هو مسار دام قرونا من الصراع، كل ساعة تفرض وثيقة وتأتي وثيقة أخرى وهكذا، وانتهى في النهاية إلى إرساء نظام جمهوري ديمقراطي. يقول الفرنسيين كانت ثورات عمياء، هذا تقييم فولتير طبعا ليس تقييم التاريخ، ولكن لم تؤدي إلى شيء، لكن بعد يعني سنين ما بدأ وقعت الثورة الفرنسية. اسمعوا ماذا يقول فولتير، يقول لقد كان ثمن الحرية، يقول إن الأمة الإنجليزية هي الأمة الوحيدة من بين أمم الأرض التي توصلت عن طريق المقاومة والجهد بعد الجهد إلى إخضاع الملوك للقانون وإلى إرساء حكم حكيم يهب الملك كل القوة لفعل الخير ويغل يديه عن فعل الشر. ويقول أيضا لقد كان ثمن الحرية باهظا في أنجلترا، فلقد أغرق الإنجليز وثن الاستبداد في بحار من الدماء، غير أنهم لا يستكثرون ذلك على دولة القانون، وهنالك أمم أخرى عديدة أهرقت من الدماء ما لا ينقص عما أهرقه الإنجليز، وشهدت من الفتن ما لا يقل عما شهده هؤلاء، غير أن الدم الذي أهرقوه لم يزد أغلالهم إلا إحكاما وصلابة، فما كان ثورة في أنجلترا لم يكن في غيرها سوى عصيانا وتمردا. لقد كانت الحروب الأهلية في فرنسا أطول وأقسى وأكثر فظاظة وإجراما، ومع ذلك، وهذه الجملة الهامة، فلم تكن الحرية غاية في أي من هذه الحروب. في الحقيقة فرنسا صنعت ثورتها لاحقا التي جذرت فكرة الحرية تجذير كبير، ولكن المهم في هذا أن نفهم هو أنه العقد السياسي والاجتماعي الحديث ولد من مسارين، المسار الأول هو توهين وإضعاف الأفكار الفتنوية واستنفاذها الدموي، لكن هذا ما كان وحده ليصنع شيء، هذا المسار كان أيضا مسار لميلاد ولتخلق فكرة التسامح التي ولدت في التطاحن، ولتخلق
الوجه أو الملمح الفكري الأبرز للعالم الحديث. المسار الثاني أو المشهد الثاني، المسار الثاني الكبير الذي نحت العقد السياسي، هو مواجهة العصف، هو اتجاه مواجهة العصف السياسي نحو تقييد السلطة بالقانون، وهذا خاصة كان لدى الأنجليز. مواجهة العصف السياسي كان باستمرار تقودها فكرة وهي تقييد السلطة بالقانون. يعني بإيجاز نعطي غير محطات تاريخية إشارات. في عام 1215 البارونات الأنجليز يعني فرضوا على الملك المعروف جون سونتير الوثيقة المعروفة ماغنا كارتا، وهذه الوثيقة أهم شيء هو أنه فرضوا عليه يعني أن لا يأخذ أحدا بجريرة بدون المثول أمام القضاء. فرضوا مثول أي مجرم أو من يتهمه الحاكم أمام قضاء عادل ونزيه ومستقل وله مقر ثابت. عام 1297 كانت الوثيقة الثانية التي فرضت على الملك إدوارد واحد في وستمينستر، وسميت ماغنا كارتا ل 1297. لحظة نشوف الإنجليز. في عام 1642 وبعد صراع بين البرلمان والملك في انجلترا، البرلمان الملك الذي كان شارل واحد والبرلمان الذي كان يمثله في ذلك الوقت اوليفييه كرامويل، يعني وقع صراع حاد وانتهى هذا الصراع في عام 1649 بإعدام الملك نفسه وقيام نوع من النظام الجمهوري الأنجليزي الذي سمي في ذلك الوقت الكومنولث. المهم أنا مش استعرض تفاصيل تاريخية كثيرا، لكن لاحظوا المحطات، كل محطة يفرض فيها قيد على الملك. فبمعنى أن الصراع التاريخي كان عنده وجهة، كان فيه فكرة تقوده، فكان هنالك فكرتين كبيرتين تقودان المسارات السياسية الطاحنة للأزمنة الحديثة. الفكرة الأولى هي التسامح وحرية الاعتقاد وحرية الرأي إلى آخره، والفكرة الثانية هي تقييد الحكام بالقانون. هذين المسارين هما اللذان أنتجا ما يمكن أن نسميه بالعقد السياسي أو الاجتماعي الحديث، غير أن هذا لم ينهي شيء اسمه مطاردة الأفكار القاتلة والخطيرة على المستوى السياسي في التاريخ. تعرفون أن هذه الأفكار القاتلة برزت في رحم الديمقراطيات نفسها وبرزت الأنظمة التوتاليتارية الكبرى. لذلك عملية تحسين الوعي ضد الأفكار الفتنوية هي مسار مفتوح لا ينتهي، وهو في الفكر الغربي فعلا مسار مفتوح إلى يوم الناس هذا. نقد الإيديولوجيات كمدرسة كبرى، كمدرسة من أكبر المدارس الفكرية في القرن العشرين اللي تمثلها مدرسة فرانكفورت، هي كلها تقوم على تحسين الوعي ضد الأفكار السياسية السامة والقاتلة الاستبدادية والفتنوية. نقد الذاكرة ونقد التاريخ الذي تحدثنا فيه في هذا المقام مرات كله يعني يدور عليه، هذا أيضا مسار كبير في الفكر الغربي وفي الثقافة الغربية. فإذا تحسين الوعي ضد الأفكار الفتنوية يتخذ أشكال فكرية متعددة متطورة ونامية ومفتوحة. لن يعني أركز في هذا لأنه هذا يفتح باب لا حد له ولا حصر له. بالنسبة لنا نحن المسلمين، وهذا العنصر الأخير بإيجاز شديد، ما هي الموارد التي نمتلكها اليوم لتجاوز الفتن؟ بدون أدنى شك المورد الأول الكبير هو كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم آية جميلة جدا تلخص الفتنة ومنطق الفتنة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذا هو منطق الفتنة. منطق الفتنة أنك أنت تقول الخصم ليس على شيء، ظلام دامس، الشيعي ما عنده حق في حتى شيء، الشيعي يقول السني
مجرم يعني قتل الحسين ما عنده حتى بصيص من الحق. وهكذا ليست السنة على شيء وليست الشيعة على شيء. هذا هو منطق الفتنة. فإذا منطق الفتنة القرآن الكريم يوجهنا ابتداء للخروج من هذا المنطق، منطق ليس الآخر على شيء. هذا وهم تاريخي كبير. ما فيه أمة من الأمم ليست على شيء، ما فيه حضارة من الحضارات ليست على شيء، ما فيه ثقافة من الثقافات ليست على شيء. اللي يقول هذا لا يفقه لا في التاريخ ولا في السنن ولا في منطق الدين نفسه. لأنه الفطرة الإنسان الدين قبل أن يكون شريعة منزلة وقبل أن يكون وحيا هو فطرة، هو شريعة أولى مودع في كينونة في عمق كل إنسان. والفطرة هي حقيقة فاعلة في الإنسان لا بد أن ترسل العلامات والشواهد الدالة عليها في أي سياق ثقافي وحضاري، فلا يوجد سياق ثقافي وحضاري ليس على شيء. هذا الأمر الأول، فالخروج من هذا المنطق. نخرج من منطق ليس الغير على شيء إلى أين؟ إلى منطق ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وآية أخرى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا نخرج من منطق ليس الغير على شيء إلا منطق العدل والقسط والوسطية. والوسطية ليست سلاح ضعيف. أنا مرة في إسلام الله عملوا معي حوار على الوسطية وكذا تحدثت في هذه النقطة. ليست سلاح ضعيف أن الإنسان يجي يأخذ الأمر لا إلى هؤلاء ولا إلى هي، لا، الوسطية هي أمضى سلاح، هي أقوى سلاح في تدمير ما يمكن أن نسميه بهذه القوى الليلية التي تفعل في التاريخ. ما فيه شيء يمكن أن يدمر هذه القوى، وما فيه شيء يمكن أن يقرب البشر إلى بعضهم أكثر من منطق القسط ومن الوسطية. لن أفصل في هذا. فهذا السلاح الأول الذي يمنحنا إياه الكتاب الكريم. السلاح الثاني اللي يمنحنا إياه القرآن الكريم هو الانفعالات السلبية. الانفعالات السلبية ممنوع توريثها. احنا تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أنه إحدى في الحديث عن المرض التاريخي عن قوة التوريث، قوة التوريث التي للانفعالات الكبرى في التاريخ، في أحداث كبرى تختزن طاقة هائلة وكمية هائلة من الانفعال، عندها قوة توريث في التاريخ، تورث الأجيال اللاحقة سيكولوجيا ونفسيا وعقليا إلى آخره. القرآن الكريم يعلمنا كيف نتوب أفرادا وأمم وجماعات من الانفعالات السلبية، وكيف يعني نحاصر القوة التوريثية للانفعالات السلبية. ممنوع. وهذا بدون أدنى شك المفروض أن يوجهنا توجيه معرفي، أن يفتح لنا في هذا الأمر بابا معرفيا كبير، ما يكونش مجرد توجيه أخلاقي. كيف نحاصر القوة التوريثية للانفعالات السلبية الكبرى في التاريخ؟ ولو فعلنا هذا لقضينا على أسباب الفتنة. مثال على الانفعالات السلبية الكبرى التي تورث هي الأحقاد والثارات التي تنشأ بين الأمم. الصرب عندما قتلوا البوسنيين كانوا يبطنون حقد تاريخي ضد العثمانيين، ويعتبروا أنفسهم كأمة كبرى دمرت على يد العثمانيين. هذا الحقد التاريخي تفجر. مثلا اليوم الصراع بين السنة والشيعة، صراع بين السنة والشيعة يحكمه مخزون تاريخي. الشيعي ينظر إلى السني على أنه قاتل الحسين بمعنى من المعاني يعني، والسني ينظر إلى الشيعي حتى هو نظرة أخرى على أنه المتهجم على كبار الصحابة. في الأصل شنو؟ في حدث تاريخي كبير موقعش غربلته وتصفيته نقديا، موقعش التعامل معه بمنطق البحث عن الذاكرة القويمة بين حد إفراط وتفريط، موقعش التعامل معه بمنطق القسط المعرفي، فبقيت له قوة توريث سلبية كبرى إلى يوم الناس هذا. فإذا توجيهات القرآن الكريم في هذا الباب كثيرة ويحتاج إلى بحث عميق، لكن أنا أشير فقط إشارات. من الموارد الكبرى التي نملكها نحن اليوم لمواجهة الأفكار الفتنوية هو هذا الرصيد التاريخي من العبر الذي أمامنا. التاريخ هو مجال ديوان للعبر،
فالمدرسة التاريخ الغربي يعطينا صورة كيف أمم خرجت من هذا النفق التاريخي المظلم الذي ليس فيه بصيص من النور، كيف خرجت منه؟ كيف استطاعت أن تخرج منه؟ وأنا تحدثت في هذا مرارا تكرارا هنا في محاضرات عديدة، والأخ الشنقيطي في التاريخ الإسلامي فتح لنا أبواب كبرى للاعتبار إلى آخره. فإذا التاريخ كديوان للعبر، التاريخ كمجال للاعتبار يعطينا دروس كبرى. وأبلغ الدروس هي في الأزمنة الحديثة، أمم عاشت فتن طاحنة واستطاعت أن تخرج منها كيف؟ لابد أن نبحث عن هذا المنطق التاريخي وأن نستفيد منه وأن نعتبر به. وبدون أدنى شك من الأسلحة الكبرى التي يمنحنا إياها التاريخ هو ما يمكن أن نسميه بالقوة التجاوزية للتاريخ، أو ما يمكن أن نسميه بالحركة الثقيلة في شروط الإمكان التاريخية. اليوم في الحقل السياسي، في المجال السياسي، وقعت حركة ثقيلة من مستوى كوني، من حجم كوني، في مستوى شروط الإمكان التاريخية. أنا كم مرة قلت هذا؟ قلت أنه في تاريخها الطويل من اليونان وما قبل اليونان، من حمورابي إلى يوم الناس هذا، البشرية جربت على مستوى الخيال، التجريب الخيالي، ما يمكن أن نسميه بمعالجة أدواء الشأن السياسي، معالجات خيالية. كيف نعالج أمراض الشأن السياسي؟ كيف نعالج البشاعات الكبرى التي يعني والأسقام الكبرى المرتبطة باستمرار بممارسة السلطة؟ جربت على مستوى الجمهوريات الفاضلة والخيالية، جربت في مستوى الأدبي، جربت في مستوى تخيل الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الحاكم، جربت في مستوى تخيل الكيفية التي ينبغي أن يولى بها الحاكم، وجربت يعني تجريب خيالي عديد، لكن ما وصلتش إلى معالجة فعلية لأدواء الشأن السياسي. الحداثة السياسية في هذا الباب افتتحت عصرا جديدا، استطاعت أن تشخص الداء اللي هو الاستبداد وما دونه من ظلم وطغيان إلى آخره هو ثمار الاستبداد، واستطاعت أيضا أن تقول أن الاستبداد كمرض رئيسي للشأن السياسي هو مرض مؤسسة وليس مرض فرد، أن الاستبداد لا ينتج ولا يترعرع ولا يعشش إلا داخل بنية مؤسساتية وقانونية موضوعية تخوله وتشرعه، ما هوش مسألة فرد. ولذلك معالجة الاستبداد لا يمكن أن تكون إلا معالجة مؤسساتية قانونية موضوعية إلى آخره، ولا يمكن أن تكون معالجة أخلاقية نعول فيها على المواصفات الاستثنائية لصاحب الأمر. ولذلك ماكيافيل بصرف النظر على صحة هذه المقولة من عدمها يقول الديمقراطية يمكن أن تقوم بين أمة من الشياطين، لأن المعول عليه هو المؤسسات والعلاقات القانونية الموضوعية لا الأفراد. فإذا الحداثة السياسية كحركة ثقيلة في شروط الإمكان التاريخية هي تمنحنا السلاح الأكبر وهو القوة التجاوزية للزمن. الزمن نتجاوز نوعية معينة من الصراعات والتطاحن السياسي وأعطانا حلول، علاش حنا نبقاو متخلفين على التاريخ وعلى هذه الحلول؟ ثم من المسالك الكبرى وهي الأخير التي هي بأيدينا، أو من الموارد الكبرى لتجاوز الفتنة اليوم بأيدينا، ما يمكن أن نسميه بإنشاء مجال للاختلاف أو نحت مجال للاختلاف. كيف ننحت مجال الاختلاف؟ نحت مجال للاختلاف لا يمكن أن يكون إلا بأمرين كبيرين. الأمر الأول، لا يمكن أن ننحت مجال للاختلاف يعترف فيه بعضنا بالبعض الآخر إلا إذا صفينا الأفكار الفتنوية تصفية لا شفقة فيها ولا رحمة ولا هوادة، تصفية نقدية معرفية. لابد من أن تتكون داخل الأمة نخبة وطليعة تنويرية ومستنيرة ومؤمنة ترفع هذه الراية، راية تصفية الأفكار الفتنوية واقتلاع الفتنة من نابتها ومن أطراف جذورها، سواء وجدت هذه الأفكار عند السني ولا الشيعي ولا الإخواني ولا حيثما وجدت. استهداف منابع الفتنة لا استهداف الاختلاف، في فرق.
الاختلاف طبيعي جدا ولا يمكن أن يرتفع إلى يوم الدين، لكن احنا نبحث عن منابع الفتنة، منابع الفتنة النفسية والوجدانية والعقلية التي تحول الاختلاف إلى محرقة، منابع الفتنة التي تحول الاختلاف من رحمة ومن خطوط توتر تنتج القيم المضافة وتدفع المجتمع إلى الأمام، تحوله إلى محرقة للاجتماع. هذه لابد أن نبحث عنها. طبعا احنا عندما نبحث عن منابع الفتنة عندنا دليل في هذا ما تحدثنا عنه، القوى الليلية، الأفكار التي تمس الاعتبار الذاتي لدى الآخر أو القيم التأسيسية لذاتية الآخر مسا جوهريا، هذه فكرة فتنوية. الفكرة التي يعني تصنع تاريخا مذهبيا غير ممحص من الناحية المعرفية والإبستيمولوجية مطلقا، هي بمعنى من معاني فكرة مذهبية، فإلى آخره. عندما نتصدى للتاريخ المذهبي والإيديولوجي، عندما نتصدى إلى استهداف النواتات الإبداعية والمعنوية والروحية لدى المغاير والمخالف، عندما نتصدى يعني فنحن نتصدى لمنابع ولمنابت الفتنة. يعني التصدي لمنابت الفتنة ما هوش بدون دليل معرفي، لا، فيه دوال إبستيمولوجية في هذا الباب، وفيه دوال معرفية يمنحها لنا الفكر الإنساني اليوم، ويمنحها لنا كتاب الله سبحانه وتعالى حين ننظر فيه ونحن مسلحون بأسئلة عصرنا ومسلحين بوعي عصرنا. إذن تشكيل مجال للاختلاف يكون أولاً بتشكل تيار تنويري نقدي عميق جريء داخل الأمة، لا يخشى في الله لومة لائم ولا يخشى في الحق لومة لائم، وتيار مقسط ومنصف ووسط. ويكون أيضا إنشاء مجال للاختلاف بالبحث عن مساحة للاعتراف. كيف نعترف ببعضنا بعضا؟ بدون مساحة للاعتراف لا يمكن أن يتشكل مجال الاختلاف. ما يمكنش يتشكل مجال حقيقي حديث سياسي للاختلاف حتى ولو تعايشنا مع بعضنا ودخلنا في انتخابات ديمقراطية، وأنا في أعماق نفسي أنظر إليك على أنك شيطان رجيم، وأنت في أعماق نفسك تنظر إلي على أنني لا أستحق الوجود. فهذه المشاعر حين تتهيأ لها فرصة تفجر ستتفجر. فإذا البحث عن مجال الاعتراف، والبحث عن مجال الاعتراف لا يعني أن أعترف، لا يعني أن أقر المخالف على كل ما هو عليه، لا، يعني شني أقول كل ما هو صحيح وأنا صحيح، لا، يمكن أقول هو مخطئ في مساحات واسعة وكذا، وهو يراني مخطئ في مساحات واسعة، لكن فيه قدر من الاعتراف ضروري للتعايش. الحد الضروري من الاعتراف للتعايش، إذا ما حصلناش هذا الحد الضروري لقيام اجتماع سياسي لا يمكن أن يقوم اجتماع سياسي. وهذا الحد الضروري لا يمكن أن يكون إلا باستنباط أسباب الاعتراف بالمخالف من داخل القناعة الخاصة، من داخل قناعتي الخاصة. التعايش فيه باستمرار ضريبة، لا يمكن أن يقوم اجتماع سياسي سليم إلا إذا أخذت مسافة من نفسي ونظرت إلى فكرتي داخل الاجتماع السياسي على أنها فكرة من بين أفكار أخرى، يمكن أعتقد أنها هي الصح والباقي الخطأ، لكن بدون قدرة على هذه المسافة وعلى استنباط أسباب الاعتراف بالمخالف من داخل أبنية وأنسجة القناعة الخاصة لا يمكن أبدا أن يقوم اجتماع سياسي. لا شك أن كل ما طرحت هذا يفجر من الأسئلة أكثر مما يجيب. نعم، ولكن على كل، بارك الله فيكم على الاستماع وجزاكم الله خيرا كثيرا. بارك الله فيكم. الله.